يعني معقول مفيش اي طريق انه يفضل قاعد معايا؟ للاسف يا شمس انت مش مستوفيه شروط الشؤون الاجتماعيه، وهم صارمين جدا في شروطهم، وبصراحه محدش يقدر يلومهم لانهم بيحموا الاطفال اليتامى بالشروط دي. طب الشؤون الاجتماعيه هيرفضوا طلب كفاله شمس ليه؟ اول حاجه هيعملوها الموظفين هيجوا يزوروها هنا عشان يشوفوا المكان اللي هيعيش فيه شمس، وطبعا هيعترضوا لان المكان مش مسكنها. ايوه انا دلوقتي بعمل شغل وهيجي لي فلوس، يعني ان شاء الله اقدر اجر شقه لوحدي وهو يبقى معايا. ودي برضو مشكله، بيشترطوا انك لازم تكوني متجوزه، يعني لازم يكون في اب وام، يعني اسره متكامله. مفيش فايده، انا عارفه ان شمس مش هيلاقي حل منك عليه في الدنيا، بس دي قوانين وانا ما اقدرش اخالفها، والافضل اني اخده معايا لان تعلقه بيكي بيزيد وصدمته برضه هتزيد. خلاص اهلا اهلا. لبسته خلاص. تعالى حبيبي. اهلا. مش عاوز امشي واسيبك. يعني انا اللي عايزه. بس احنا اتفقنا على ايه؟ انت هترجع وتشوف اخواتك شويه، وبعد كده انا هعمل كل حاجه ونفضل مع بعض. استنيك يعني؟ طبعا يا حبيبي. السلام عليكم. اهلا يا يحيى، تعالى. يحيى اخو سلمى ومريم. مساء الخير يا فندم. هو في ايه؟ اصل شمس يعني لازم يرجع الدار يعني دلوقتي. طب ثانية واحدة. بتكلمني في الموبايل على طول ها؟ شموسة. بص يا صاحبي. خد انت سمسين الصغير، وان شاء الله كل ما نوحشك هتكلمه يسمعك كلنا، وسمسين الكبير كمان هيسمعك. عارف يا واد انت لو ما سالتش عليا انا هعمل فيك ايه؟ هسال طبعا وهاجي كمان. وانا وانت بقى نقضيها على الفيس مع بعض. ها حاضر. زي ما علمتك على الشات. حاضر. بقول لك ايه؟ وريني بقى سلام رجاله كبير قوي كده من الرجاله الكبار، الكبار قوي. انا هجيب شنطتي عشان انزل اوصلكم. توحشني قوي يا شنطة. اتفضل. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور عماد. انت برضه مصرة على موضوع الخروج ده؟ مش حضرتك اللي قلت لي اقدر اخرج من المستشفى؟ لا انا قلت لك مش هخرجك من المستشفى الا ما اطمن على صحتك. بس انت خلاص الحمد لله الحالة استقرت، مش محتاجة غير رعاية وراحة وبس. كتر خيرك يا دكتور. انا تقلت عليك قوي المدة اللي فاتت، وتقلت على شمس، ماش حمل مسؤولية العيال دول. عيال ايه بس؟ العيال دول كبروا خلاص يقدروا يعتمدوا على نفسهم. ما هم العيال لما بيكبروا بتكبر مشاكلهم وبتكبر مسؤوليتهم، والحمد لله ربنا اداني القوة عشان اشيل مسؤوليتهم بعد ابوهم وامهم الله يرحمهم. الله يرحمهم. طيب انا دلوقتي هكتب لك على شوية أدوية، بس اوعي تلخبطي في الأكل تاني. حاضر. كتر خيرك يا دكتور. ربنا يسعدك ويكرمك ويخليك على كل اللي عملته عشاني. ربنا يخليك. قولي لي بقى، في حد من ولادها هيوصلك ولا اوصلك انا؟ لا شمس كلمتني الصبح بدري عشان تقول لي انها جايه، قلت اعملها لها مفاجاه. صباح الخير. شمس اهلا يا عماد. لا كتبوا لك على خروج. مبروك، الف مبروك. الله يبارك فيك. البركه في الدكتور عماد. البركه في ربنا يا صباح. هجيب لك الروشته واجي. عماد انا كنت عايزه اتكلم معاك. خير؟ خير ان شاء الله. انا عارفه ان انا كنت بايخة ومش ظريفة آخر مرة واحنا بنتكلم، سامحني. يمكن من ظروف المفاجأة اللي بمر بيها ملخبطاني ومخلية أعصابي شوية تعبانة. على العموم حصل خير. يا ترى بقى هسمع صوتك تاني بعد ما صباح تخرج ولا؟ ولا إيه؟ إحنا أصحاب من قبل ما نتجوز، وأصحاب بعد الجواز كمان، وأنا مصر على كده، وغصب عنك هنفضل أصحاب. طب ممكن بقى بما اننا اصحاب اطلب طلب؟ طبعا. خلي بالك من شمس.
كنت فاكره انك هتطلب مني حاجه تانية خالص، انك تطلب مني مثلا المصالح انا ونفي. لا، كفايه اللي حصل في المكتب. طيب ممكن بقى كاصحاب انا اطلب منك ان انت تكلمها وتحدد ميعاد عشان يتقابل؟ هيحصل ان شاء الله، دي هتفرح قوي. ميرسي يا ميت. ست الكل هتنوري البيت يا حبيبتي. ربنا ينور حياتك يا شمس يا بنتي، ويقدرني ارد لك جمايلك. جمايل ايه؟ جيبيلك انت اللي على راسي. الولاد هيفرحوا قوي، يلا بينا. يلا حبيبتي. اتفضلي. الحمد لله، تسلم ايدك يا مريومة. بس بقى، فهو يقول الكلمة من هنا والبنت سلمى ترد عليك كلمة بعشرة. سلمى روقته بجد. هتعرفين أختك؟ آه. وأنت بقى يا صغنونة، ما حكيتليش ليه عن الموضوع ده من امبارح؟ ما هو أنت كنت في المكتب يعني يا يحيى، وما كناش عايزين نزعجك، بس سلمى قامت بالواجب وزيادة الصراحة الصراحة يعني. سامعاكي يا هراية، ممكن بقى تبطلي تحشري نفسك في اللي مالكيش فيه؟ أولاً أنا أصلاً 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 مش بتكلم عليكي. مريم يا حبيبتي، من وانتي صغيره قد كده وانتي افشل واحده في العالم ممكن توشوش حد. ليه بقى؟ قولي لي ليه؟ ليه؟ عشان صوتك بيبقى عامل زي الضفدعه، ويا حرام بتبقي متخيله ان محدش سامعك. وانتي بقى يا كبيره يا عقله يا اللي لابسه اصفر، صح اللي عملتيه مع الراجل امبارح؟ ثم انتي ما حكيتليش ليه؟ مش انا اخوكي المفروض كنت اعرف الحوار ده؟ مفيش حوار اصلا يا يحيى، وبعدين انت رجعت امبارح متاخر. الصبح اتسحلنا في حوار شمس، وبعد كده انا دخلت نمت تاني. يا سلام، لما عملتي كتفك كده صدقتك. ها؟ لا استني استني، ولو هو مفيش حوار اصلا، ايه موضوع تليفونك اللي سايلنت طول الليل ده وال150 مسد كول من حازم؟ ما بترديش عليه ليه؟ انت بتبصي في تليفوني ليه اصلا؟ انا اصلا ما بصيتش في تليفون، انا تليفون كنت ببص على الساعه. يا وانت مفيش ساعه في موبايلك؟ لا عندي. بطلي تحشري نفسك. ما حشرتش نفسك. ما تعليش صوتك. انا ببص في التليفون. ما تعليش صوتك. الحمد لله ان انتوا كلكم متجمعين. اتفضلي يا ست الكل. تيتا نورتي البيت يا تيتا يا قمرة. وحشوني يا ولاد. بس تعالي بقى منك ليها كده عشان هاخد دايما. يا حاجة الحمد لله على السلامة. يا وحي يا وحي يا وحي يا وحي يا وحي يا وحي. وحشني الشاي بتاعي. مصلحة. وحشتوني يا ولاد، وحشتوني قوي. وحشني البيت. نورتي بيتك يا ست الكل. البيت الحمد لله. الحمد لله. يا كده مفطرين نفسنا اهو. ايه كله تمام؟ نعم. مظبطيني ما تاخدونيش بقى في دوكه وقولوا لي كنتوا بتتخانقوا في ايه. سامعه صوتكم وانا على الباب. سلمى هي اللي كانت بتزعق، هو حازم يتخانق معاها تروح مطلعه كله في وشنا. مش قلت لك ما تتدخليش في اللي مالكيش فيه؟ قلت ولا ما قلتش؟ شايفه بتتكلم معايا ازاي يا تيتا؟ ايه موضوع الخناق ده؟ وازاي ما تقولوليش عليه؟ انا اللي قلت لهم ما يقولولكيش. وقلت لهم كمان ما يقولكيش اي حاجه بتحصل في البيت. الدكاتره كانوا معلنين عليكي اي انفعالات خالص. ومخبين عليا ايه كمان عشان خايفين عليا من الانفعال؟ يا حبيبتي ما تكبريش الموضوع خالص. انا اتكلمت مع سلمى وقالت لي ان الموضوع بسيط ويعني هيتحل ان شاء الله. طيب يا سلمى اطلبي حازم قولي له انا عايزه اشوفه النهارده. لا يا تيتا، ما هو انا لو انا كلمته هو هيفتكرني ان انا بعترف ان انا غلطانه. خلاص انا هكلمه. ايه يا مريم يا حبيبتي، المذاكره تنفع وانتي نايمه كده على الكتاب؟ وهي يعني المعلومات هتقع من دماغي يا تيتا؟ وحشتني لمطتك يا قرده انتي. والنبي وانتي كمان وحشتني والله. على فكره انا ما قلتش لحد على موضوعك انتي وكريم. حتى لو قلت لحد يا تيتا على فكره عادي يعني، هو انتي يعني ما عرفتيش الموضوع بالصدفه؟ انا وكيمو اللي جينا حكينا لك، ولو ما كنتيش موافقه عليه النهارده بكره توافقي عليه. تعرفي انك بتفكريني بالمرحومه امك؟ كانت لمضه زيك كده، وكانت عنيده، ودايما تمشي اللي في دماغها. الله يرحمها. بس انا يا تيتا والله مش قصدي اعند معاكي، بس انا يعني نفسي يعني اتخطب وكده زي سلمى. ايوه اهو ده اللي انا كنت عايزه اسمعه منك، نفسي اتخطب زي سلمى. مش عايزه اتخطب لكريم بالذات؟ لا طبعا عايزه اتخطب لكيم. اشمعنى يعني كريم؟ عشان يعني كريم جدع وابن ناس وبيحبني وبرضك بيخاف عليا وكده اهو. يا بنت انتي مش مكسوفه تقولي قدامي بيحبني؟ لا طبعا يا تيتا بتكسف ليه؟ اذا كان انا كمان بحبه يعني.
يا مريم، ده انا لحد النهارده اتكشف اقول اني كنت بحب المرحوم جدك. ما هي ديت بقى يا تيتا المشكله، الناس لما بيحبوا بعض بيتكسفوا يقولوا لبعض، ولما بيكرهوا بعض بيقولوا عادي، مع ان الحب دوت فعلا اجمل حاجه في الدنيا. طب يا اختي يا معين بكسنتي،